قدوميها حسبك معارض كي ودني قبل كان أوضل محمد آذن سلطان ومانتا ورئيس قارة يوسيي سيرها مقالة بورما أيا قدوميو وحا وقال لي فتهذا كان شيء روبب كي دوان تلي كدايي مقالة حدود كتالا اي سيلع باقنا ودري مدحوينها جمهورية جبوتي محمد أيا دبعا سيدو كلا وحا وقال لي هقر دا موين لغو هايو شروع دا سومالي لانو تالا دبعا وحا وصو هذا القاضي شخصيات يقول دوش شكا قسليي او اركيي ان حسبقا ودني مدح لكي تاقي هاي محمد او امور تاستيك تفاصيل ليرا دا كبحنا يا ايا وحا ويري وحا وقتهين داد كرير اوضل قودهان دقمد السيلة لباتا دا كرد عذيبا دوكتين دال يد ديبادوا لغد ركسيه وعادوكتين سيلة عيني مقالة دي سيلة اللورنجري بلد وينة دي لباد نقطة وحنقو باقيا تدوينة هرير او دال ايه ديبت با ان اي دادكا ولا لهو دا اي ديب تاسكو هبستي اي كور حيان او اي ديباتا دا لقي بسدان او اي لد دار ايمان حيادونا نصيب دار راح وحن داوانا ييتي في دا شانتي عشيو قدن بيهي زي العوحي كرد عي ولي مسؤول حكومة دا دا صوها دا القادم ما نارك وما قال ذا سدان هوريبا وشاقي مدح عشوركو كدعو داخل يقو بضان يا قلبياتكو و ما قال ذا اللابات يا وكحيرو دويا يحيي تعدد كم مدح يوغي لعشورو وحكو صو نغضا يني مجرو مصيبة ذا يردب تامان تكوها بستينا وحدك جلقو سيي اما هذا القادي مجرو وحكالونا كم باغو قدر ايا مدحوينها جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر قيلي مدن مدحوينة زيلع ما ملكيها كتر سنيد هديو ضيعي هديو قرمت كواين هذا ما انت قدو ما انت الشعب كي يجي ريس هيلع حتى الدرغي قرمت كي يومران بيلاي ريغ ذا داد كاميشا قلي اي مقالة ذا قلي وكاني وحن مدحوينه هذه 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 قد رسوينا ونكرر جينينا ونكعد صنينا إنه قرومة لحاله كجيستو هذه أي ضيعين دولة دي هي مملكي أي كثير صناعين ماذا حويني هذا قدو سومالي لان قدهان شعب كريس سومالي لان حسبي قوضاني لان راد باتوين بدن بسودعي dhibaatooyinka dhacay waxaa kamid ahaa xarig baa kamid ahaa sharci jabin baa kamid ahayd waxaa kamid ahaa wax farabadan baa kamid ahaa waxaan arkayay rag farabadan oo dhooshaad ugu qosliyay oo siyaasiina oo iyagu u haysta in xisbiga wadani wax la yeelay waxaan ragaaleh wadani wax lama yeelin waxa wax la yeelay waa shacabka reer Soomaaliland iyo sharcigoogii weeyaan hadii sharciga wax la yeelo shacabku wuxuu ku wada joogayaa aad iyo aad buu hooseyn maanta xukuumadeen waxaad arkaysaa madaxweynihii joogay inuu dhagaha ka fariistay cid walba waxaynu arkaynaa komishankii naga daayay anri uu diiday waxaynu arkaynaa naga soo bedelay uu diiday waxaan arkaynaa xarig waxaan arkaynaa caburin waxaan arkaynaa agajugleyn waxaan arkaynaa iyadoo sharciyadii degta lagu qaatay ragga maanta qoslaya ee siyaasiyiinta ah ama qaarkood isku sheegayaan waa ayaan darro marka sharciga la jabiyay rag badan aad u qoslaan ragga waxaan leeyahay wax lama yeelin xisbiga wadani sharciyadii baa la yeelay dariiqa maanta ay ku socoto haddii ay ka beeri weydana oo aynu dib halkaa dib uga noqon weyda ay maanta xukuumaddaynu hoggaamisaa dib uga noqon weydana shacabka reer Soomaaliland inta Soomaaliland jecel iyo inta neceba